مساء الفل على كل مشاهدي متابعي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان، وأهلا بيكم في لايف ولقاء جديد بنكون معاكم فيه دايما متابعين لكل أخبار كرة القدم العالمية وبالأخص منتخباتنا العربية، وطبعا منتخب المغرب الشقيق رابع العالم فخر الكرة الأفريقية والعربية بيشارك أو بيستعد لمواجهة من العيار الثقيل بينه وبين منتخب البرازيل. مواجهة أي نعم ودية ولكنها تحمل طابع كبير، تحمل طابع مهم، لأن أنت بتتكلم عن رابع العالم في أول ظهور لي أمام جماهيره قدام مين؟ قدام راكسي السامبا سحرة أمريكا اللاتينية منتخب البرازيل. لكن المفاجأة إن كتيبة وليد الركراكي النهاردة، أو خلينا نرحب في البداية بكل المتواجدين معنا في اللايف، البداية النهاردة كانت زيارة كده للمنتخب المغربي بكامل قوامه لأحد السجون في المملكة المغربية. الخبر اتاخد في الصحافة العالمية وسألوا ليه اللي يودي منتخب كرة قدم لمركز تأهيل وإصلاح سجن يعني. فاتضح ان دي لرفع الروح المعنوية للمساجين اللي هم خارجين في قادم الايام، ومحاولة اعطائهم روح معنوية عشان يندمجوا في المجتمع. وده بيعكس ايه؟ بيعكس الدور الكبير لوليد الركراكي المنتخب الاسود في الشارع المغربي. بقوا خلاص هم رمز الأمة المغربية، هم فخر المنطقة العربية كلها. فطبعا لما تروح توري أو لما يظهر قدامك وليد الركراكي ولا حكيم زياش ولا حكيمي ولا واحد من نجوم منتخب المغربي، طبعا هتكون انت في قمة الفخر والسعادة. طبعا لما تسمع منه ازاي عانى في حياته، لما تسمع منه ازاي عافر عشان يبقى نجم كبير في الساحة العالمية، ازاي صنع حلم المغرب في الوصول لرابع العالم، ازاي كانوا بيتغلبوا على الصعوبات عشان يروحوا بالمغرب لحتة احسن، ازاي كانوا بيتعبوا عشان يحققوا نجاحات تسعد الشعب المغربي كله. طبعا لما انت تسمع الكلام ده هتغير من سلوكياتك، هتغير من شخصيتك، لانك شايف نجم، شايف ايقونة قدامك بتتكلم، شايف معاناتهم قدروا يعبروا الصعاب عشان انت تكون سعيد. فطبيعي لما يقول لك نصيحة في حياتك هتكون مفيدة، وده بيمثل الدور الانساني لمنتخب المغرب. قلت لكم خلاص اتحول المنتخب المغربي من منتخب كرة قدم لرمز الأمة المغربية، رمز من رموز المملكة المغربية الشقيقة. ليه؟ لانه خلاص اصبحوا نجوم، اصبحوا بيسعدوا كل الملايين، مش بس في مراكش ولا طنجة ولا في كل المدن المغربية، لا ده بيسعدوا كل المنطقة العربية كلها وكل العالم العربي. يعني واضح جدا ان انا عجبني بصراحة وليد الركراكي، عجبني تركيبة المنتخب المغربي، عجبني اصرار الاصرار على النجاح من وليد الركراكي ومن لاعبي منتخب المغرب في قادم الايام. الخبر النهارده يبان غريب ولكن بيمثل لك برضه، يعكس لك ان انا لما اروح منتخب المغرب في زياره لمركز تاهيل واصلاح لسجن، فانا هنا بقول لك ان مفيش فروق خالص في الطبقات، بقول لك ان انا كمنتخب المغرب بتاع كل المغاربه، بقول لك ان انا رايح عشان اقول للي بيتعافى او اللي بيندمج بعد اي جريمة او بعد اي حاجة سببها اضرب بالمجتمع، اقول له تقدر ترجع تاني لان احنا بنثق فيك، اديله رسالة دعم. فدور مهم جدا لمنتخبات الوطنية، دور مهم جدا لرمز الكرة في المغرب. انت بتتكلم عن المنتخب المغربي، حكيمي جاي يقول لك رسالة ولا حكيم زياش؟ واحد هيقول لي يعني حكيمي الان بيعاني مثلا من قضية منتشرة في فرنسا والمجتمع المغربي كله بيدعمه، فواضح جدا ان في تكاتف في المنتخب المغربي، واضح جدا ان المنتخب المغربي رمز لكل الامه المغربيه. منتخب البرازيل انا بصراحه نفسي المنتخب المغربي يتفوق على البرازيل، نفسي المنتخب المغربي يفضل في نجاحاته دي، وبطوله افريقيا اللي جايه لو ما فازتش بيها مصر تفوز بيها المغرب. انا بقولها بمنتهى الصراحه لان منتخب المغرب خلاص اصبح ليه جزء كبير جوه قلوبنا، اصبح ليه جزء كبير جوه خاطرنا من ساعه كاس العالم في قطر. انا واحد من الناس كنت بقعد اتفرج على منتخب المغرب بعيدا عن ان انا يعني عربي، ولكن حسيت ان انا مغربي. في مباراه البرتغال يعني قمنا كلنا فرحنا، يعني نهر النيل كله
كان شاهد على فرحتنا من هنا من مصر بصعود على حساب البرتغال والتأهل للسيمي فاينال. كنا نفسنا نعدي فرنسا ونوصل للفاينال، وكان نفسنا يبقى أول بطل عربي أو أول بطل إفريقي ينال بطولة كأس العالم. ولكن خلاص دخل وجدنا منتخب المغرب، دخل وجدنا نجوم منتخب المغرب. ممكن نقابلهم مصر والمغرب، ممكن نتقابل في أي مواجهة في المنافسات الإفريقية، ولكن أعتقد إن إحنا مواجهتنا الفايز فيها نقول له مبروك. ولكن اصبح خلاص منتخب المغرب من المنتخبات المفضله للمصريين، ومن زمان لكل مصر، يعني مصر كلها بتحب المغرب واهل المغرب وشعب المغرب. فانا اتمنى اشوف خبر فوز المنتخب المغربي الشقيق على البرازيل، اتمنى المنتخب المغربي يحافظ على نجاحاته، اتمنى المنتخب المغربي يعيد في كاس العالم القادم في 2026 نجاحاته، اتمنى المنتخب المغربي يصل بكره القدم العربيه والافريقيه الى اقصى طموحاتنا. ويعني انا يعني بقول لهم، اولا بقول لكل مشاهدي متابعي منصه 24 ساعه رياضه، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه قرب حلول شهر رمضان الكريم، وبشكركم شكرا جزيلا. انا محمد حسني، ونشوفكم في لايفات ولقاءات تانية جديدة دائما وابدا عبر منصة 24 ساعة رياضة. للقاء.